نتحول الآن إلى زميل كريم بيبرز ينضم إلينا من مدينة شرم الشيخ لمتابعة آخر الفعاليات. نعم أميرة، تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. بالفعل نتابع سويا استكمالا للفعاليات الخاصة بكوب 27 وبالطبع هذه الفعاليات الرئيسية والهامشية، ولكن كنت تتحدثين الآن حول الاقتصاد الأخضر، وبالفعل الاقتصاد الأخضر هو يعني سمة أساسية ورئيسية لتطور الاقتصادات بشكل عام، الاقتصاديات الخاصة بالدول المختلفة خلال الفترة المقبلة. نحن نتحدث عن فترة حرجة الآن، الدول تعمل متكاتفة الآن من أجل الوصول لحلول سريعة للتعامل مع التغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر هو جزء هام من هذه المجالات المختلفة. ولكن بالأمس يعني حضرنا سويا عدة جلسات خاصة بالتمويل، وكان من ضمن هذه الجلسات إطلاق المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون. إذن هذه أيضا جزء هام من الاقتصاد الأخضر وإطلاق المبادرات الاقتصادية التي تتحول للأخضر بشكل عام. إذا تحولنا إلى نقطة أخرى وهي نقطة التمويل الخاص بالأبحاث العلمية وأيضا التمويل الخاص بالعلوم ودعم الأفكار الخاصة بالعلوم، اليوم السمة الرئيسية هي العلوم والابتكارات المختلفة الخاصة بالعلوم، وبالتزامن مع فكرة العلوم هناك أيضا الشباب وأجيال المستقبل، لذلك يمكن دمج أفكار وابتكارات الشباب وعرضها على بالطبع صناع القرار ليتم تطبيقها على أرض الواقع. كان منذ قبل بداية كوب 26 كان هناك كوي 17 وهو مؤتمر الشباب للمناخ، والذين تباحث فيه العديد من شباب دول العالم للخروج بتوصيات وقرارات يتم تقديمها لصناع القرار في كوب 27. وأيضا ليس فقط تقديم هذه الأطروحات أو هذه الأفكار والابتكارات، ولكن أيضا المساهمة في تطبيقها على أرض الواقع ضمن بالطبع الخطة المتكاملة للتكاتف الدولي للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية. ولكن هناك شقين في التعامل مع التغيرات المناخية، إما التكيف مع التغيرات المناخية والتكيف مع الأوضاع التي وصل إليها الحال المناخي في العالم أجمع، أو الوصول لآليات جديدة لتمويل الأفكار الجديدة والمشروعات الجديدة بهدف الوصول لصفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. وهذا يأخذنا إلى نقطة هامة جدا وهي المبادرة التي تم إطلاقها وهي سباق المناخ، أي أن الدول عليها أن تتسابق للوصول للدول أن تكون دولة صديقة للبيئة أو دولة خضراء عن طريق مشاريع مختلفة وتنفيذ آليات مختلفة ووسائل مختلفة تكون أيضا صديقة للبيئة. إذا عدنا لفكرة التكيف مع التغيرات المناخية، التكيف يأتي عن طريق التعامل الفعلي بتقليل استخدام المواد والوسائل التي تؤدي إلى انبعاثات كربونية بشكل مباشر، أو حتى زيادة المجالات الجديدة بالصديقة للبيئة، على سبيل المثال زيادة الرقعة الزراعية، على سبيل المثال الحفاظ على الأمن المائي والتقسيم المائي الصحيح بين الدول بشكل عام، والقارة الأفريقية بشكل خاص لها دور كبير في زيادة حصيلة الرقعة الزراعية وأيضا الحفاظ على الأمن المائي. إذا تحركنا إلى النقطة الأخرى وهي التمويل يأتي لتمويل الأفكار الجديدة وتمويل المشروعات الجديدة الخاصة بالشباب وغير الشباب، أيضا بالشركات الناشئة على سبيل المثال، وأيضا بالتعاقدات المختلفة والتوافقات المختلفة التي عقدت بالفعل هنا في كوب 27 بين الدول للوصول لمشاريع مشروعات مختلفة واستثمارات مختلفة صديقة للبيئة. على سبيل المثال كان هناك جمهورية مصر العربية ومملكة السعودية الذين بالفعل أطلقوا اتفاقية لتنفيذ مصانع لتنتج الهيدروجين الأخضر، بالفعل وهي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الطاقة. بالفعل
يعني شهدنا اليوم الكثير من الاقتراحات، وكان هناك العديد من الجلسات التي دارت حول هذا الموضوع، ولكن هل ما زالت الجلسات وورش العمل متواصلة لديك؟ وما أبرز هذه الجلسات المقررة لليوم وغدا؟ يعني بدأت الجلسات منذ صباح اليوم وما زالت مستمرة ربما يعني حتى الخامسة والنصف، والخامسة والنصف أي بعد ساعة من الآن بالتوقيت المصري هنا في مدينة شرم الشيخ. ولكن يعني دائما ما تظهر، هذا هو الجدول الرئيسي للأمم المتحدة لمؤتمر المناخ، أن اليوم هو يوم العلوم ويوم أيضا الشباب، لتستمر الجلسات بشكل رئيسي حتى الخامسة والنصف، ولكن دائما ما تطرق مبادرات مختلفة أو ورش عمل مختلفة قد تغير من الجدول الرئيسي، لأن الجلسات والورش الرئيسية تعقد في المنطقة الزرقاء وفي القاعات الرئيسية، ولكن هناك جانب آخر داخل المنطقة الزرقاء وهو أجنحة الدول التي تشارك في كوب 27، وكل دولة تشارك بجناح خاص بها لتعرض أفكارها المختلفة. لذلك كل جناح من هذه الدول به جلسات وجلسات نقاشية تعرض أيضا أفكار جديدة. على سبيل المثال الإمارات العربية منذ قليل كان هناك إطلاق أيضا لمبادرة هيدروجينية جديدة لاستخدام الطاقة الهيدروجينية، هذه نقطة، وأيضا بمشاركة الشباب، هذا مثال. الأمم المتحدة هناك جناح خاص أيضا بالمنظمات المختلفة مثل منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على سبيل المثال. كان هناك أيضا فعاليات داخل هذه الأجنحة في منطقة البلو زون أو المنطقة الزرقاء. لذلك الجدول بشكل عام هناك جدول ثابت، وهناك يعني ورش هامشية وجانبية تطرق يوميا. على سبيل المثال كان هناك أيضا وقفات اليوم، وقفات احتجاجية للتعامل مع التغيرات المناخية، وقفات مصرية وغير مصرية في حقيقة الأمر أيضا تعرض الأفكار وتدافع عن حق البشر بشكل عام في تقليل الانبعاثات الكربونية، هذه نقطة هامة أيضا. إذا تحدثنا عن الأيام القادمة، كل يوم له سمة معينة. أيضا هناك أيام للشباب بشكل عام، هناك أيام innovation أو الابتكار، وستعقد أيضا جلسات على مدار اليوم. ولكن كما ذكرت منذ قليل الجلسات يعني تختلف من يوم لآخر، الجلسات فيما بعد هناك جلسات رئيسية وجلسات قد تطرق، الورش عمل قد تطرق علينا خلال الأيام القادمة لا توجد في الجدول الرئيسي. وبالفعل نحن مستمرون في تغطيتنا حول المؤتمر، ولكن حدثنا عن ضيوف مصر محور آخر، يعني ردود الفعل للمشاركين عن التنظيم. في حقيقة الأمر يعني إذا أردنا أن نرصد هذا الملف أو هذه وجهة النظر الخاصة بالضيوف، فهناك عدة زوايا. الجزء الأول كان التنظيم، كما ذكرت التنظيم أشادوا بالفعل بقدرة التنظيم، ولكن التنظيم داخل المنطقة الزرقاء وتنظيم خاص بالأمم المتحدة، هو الأمر بالكامل تحت نظام منظمة الأمم المتحدة وليس الجانب المصري. ولكن المتطوعين هنا في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء هم متطوعين بالفعل، مصريين وغير مصريين شاركوا بالفعل في التنظيم والتجهيز. ولكن من الممكن أن نتحدث عن الاستعدادات اللوجستية المختلفة والاستعدادات الصحية داخل المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء وشوارع مدينة شرم الشيخ بشكل عام. فبالفعل هناك استعدادات كبيرة خاصة في المجال الصحي. على سبيل المثال هناك نقاط إسعاف أولية بجانب القاعات الرئيسية وبجانب ورش العمل، هناك مركز إسعاف إقليمي متواجد ويعمل 24 ساعة متواصلة لأي طارئ من الممكن أن يحدث. هناك أيضا تعامل حتى داخل المنطقة الخضراء بأدوات صديقة للبيئة مثل الكوبايات أو الأكواب الكرتون وزجاجات الكرتون بدلا من البلاستيك، استعدادات لوجستية بشكل عام صديقة للبيئة، وهذا ما أشاد به بالفعل الوفود الأجنبية، وأشادت به الوفود الأجنبية. أيضا
يعني تحدثت مع الوفود الأجنبية خارج القاعات، خارج القاعة الزرقاء، خارج المنطقة الزرقاء وخارج المنطقة الخضراء، وتحدثوا عن ما شاهدوه من تغير في مدينة شرم الشيخ. من جاء أو من يأتي لأول مرة لمدينة شرم الشيخ تحدث عن كيف انبهر بوجود مدينة شرم الشيخ وتنظيمها بشكل عام من الخارج، ومن كان هنا من قبل تحدث عن التغير الكبير الذي حدث في الشوارع وحدث في الممشى السياحي وحدث أيضا في عدة ملفات أخرى منها الطرق على سبيل المثال. لذلك هي الرؤية حتى الآن رؤية يعني إيجابية بالنسبة للوفود الأجنبية الذين حضروا إما داخل القاعات المغلقة للورش أو حتى خارج القاعات في مدينة شرم الشيخ بشكل عام. يعني متابعة وافرة. شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، كنت معنا من مدينة السلام شرم الشيخ.